مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في برنامج الصين نحو التحديث. على الصعيد العالمي، تواجه العديد من البلدان والمناطق مشكلة مخلفات المبيدات التي تعتبر مشكلة عالمية تهدد سلامة الغذاء. ومع التطور المستمر للإنتاج الزراعي وزيادة عدد السكان في العالم، ازداد استخدام المبيدات تدريجيا، ما جلب تحديات خطيرة لسلامة الأغذية. باعتبارها واحدة من أكبر الدول الزراعية في العالم، تواجه الصين تحديات في مخلفات المبيدات وسلامة الأغذية، وتولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة لهذه المسألة، وصاغت القوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة، فوضعت استخدام المبيدات تحت إدارة ومراقبة صارمتين. ومع ذلك، فإن حل هذه المشكلة يتطلب جهوداً مشتركة من المجتمع بأسره، بما في ذلك مشاركة وتعاون الحكومات والمزارعين والمنتجين والمستهلكين. ولا يمكننا ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة الناس إلا من خلال اتخاذ تدابير الإدارة وتعزيزها على نحو شامل. في جاومي بمقاطعة شاندون الصينية، هناك مؤسسة تركز على أبحاث الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة وترويجها. إنه معهد جاومي شاندون الصيني لأبحاث الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة، ويلتزم المعهد بتطبيق نظريات وأساليب الطب الصيني التقليدي في الإنتاج الزراعي لتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز قدرة المحاصيل على مقاومة الظروف الصعبة ومناعتها وحل مشاكل سلامة الأغذية الناجمة عن مخلفات المبيدات. الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة هو نموذج ابتكار يجمع بين الطب الصيني التقليدي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، ويأخذ التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة كمفهوم له، ويعمل على حماية وإدارة المحاصيل من خلال تطبيق نظريات وأساليب الطب الصيني التقليدي. يبدو الطب الصيني التقليدي والزراعة غير مرتبطين، لكن في الأراضي الزراعية في الصين تلعب نظرية الطب الصيني التقليدي دوراً فريداً في الإنتاج الزراعي، حيث بدأت القصة عن طريق الصدفة. وان داي جين، كبير العلماء في الأكاديمية الصينية للتدخل الأيضي بالطب الصيني التقليدي، والمدير التنفيذي للأكاديمية الصينية لعلم الطب القومي، والخبير في الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة. لدينا منتج هو عبارة عن وصفة تركيبية لأدوية الطب الصيني التقليدي، تدرس تضبيط الاستجابة الالتهابية الداخلية لجسم الإنسان. خلال عملية تجربة تلك الوصفة، بعد أن انتهينا من دراسة هذا الموضوع وإجراء تقييم لها، تم سكب النفايات السائلة لهذه التجربة التي قمنا بها على نبات النموذجي من قبل أحد طلابي، وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات بدأ هذا النبات النموذجي في الذبول ومات في النهاية. فقلت: أليس هذا مبيد أعشاب؟ هذا الاكتشاف غير المتوقع جعل الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة ليس مجرد مفهوم، بل ضرب من الخيال. قام البروفيسور وان المفعم بالثقة على الفور باستخدام هذا المنتج في الأراضي الزراعية على نطاق صغير، لكن لسوء الحظ، بعد يومين فقط تلقى رداً من المزارعين لم يكن بالكفاءة المرجوة، إذ إنه منع نمو الأعشاب الضارة فقط، لم يقتلها قتلاً تاماً. بذلك انتهت مبيدات الأعشاب الأولى بالفشل. كانت النتيجة محبطة، لكن فتح هذا الباب منذ ذلك الحين. سار فريق البحث باستمرار ذهاباً وإياباً بين المختبر وخط الإنتاج، مع فحص البيانات التجريبية وتسجيلها بانتظام،
وواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع المزارعين، واستمع مراراً وتكراراً إلى آرائهم واقتراحاتهم لتحسين برامجه باستمرار. في النهاية نجح فريق البحث في العثور على جوهر المشكلة، كان ذلك درجة الحرارة. وجد الخبراء أن عملية إنتاج المبيدات بالطب الصيني التقليدي تتطلب تحكماً دقيقاً في درجة الحرارة التي تلعب دوراً حاسماً في فعالية أدوية الطب الصيني. بعد التعديل حقق الجيل الثالث من مبيدات الأعشاب بالطب الصيني نجاحاً كبيراً. مهدت تلك الجهود والمثابرة الطريق للتطور اللاحق للمبيدات المنتجة بالطب الصيني التقليدي. المبيدات المنتجة بالطب الصيني التقليدي هي دواء زراعي يستخدم التقنية الحديثة لكسر الجدار والتحلل الأنزيمي والاستخراج والتركيز تحت درجة حرارة منخفضة للغاية للأدوية العشبية الصينية. هذه المنتجات نفسها ليست سامة وهي غير ضارة، ويمكنها أيضاً تعزيز امتصاص المحاصيل لثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحسين كفاءة التمثيل الضوئي لها وامتصاص المكونات العضوية في التربة بكفاءة. الغرض من بحثنا هو تطوير المنتجات الزراعية بالطب الصيني التقليدي مع اتباع مفهوم الطب الصيني التقليدي بما فيها مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات الجراثيم والدواء المروج لنمو النباتات. يضمن الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة سلامتها، ويمكن استبدال المبيدات والأسمدة الكيميائية وتقليل الضرر الذي يلحق بجسم الإنسان بسبب مخلفات المبيدات في منتجاتنا الزراعية. بالمقارنة مع المبيدات الكيميائية الاصطناعية، فإن المبيدات المنتجة بالطب الصيني التقليدي لها العديد من المزايا. أولاً، عادة ما تتكون المبيدات المنتجة بالطب الصيني التقليدي من مستخلصات نباتية طبيعية، ولها تأثير ضئيل نسبياً على البيئة والنظام الإيكولوجي، وهي أكثر انسجاماً مع مفهوم التنمية المستدامة. ثانياً، التأثيرات الجانبية السامة لها على البشر والحيوانات صغيرة نسبية، حيث لن تسبب ضرراً محتملاً واضحاً على سلامة الغذاء. في عام 2019 تم استخدام منتجات الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة على مساحة 34 هكتاراً تقريباً من الأراضي الزراعية لإنتاج 34 نوعاً من المنتجات الزراعية في المناطق ذات الصلة في 26 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم في الصين. وكانت النتائج جيدة بشكل عام، وجودتها وإنتاجيتها عالية، وتتمتع بسلامة إيكولوجية إضافة إلى لون ونكهة جيدين ووظائف قوية ومدة صلاحية طويلة ومقاومة جيدة للظروف الصعبة مع تكاليف منخفضة لإنتاجها. بالإضافة إلى أعمال البحث، ينظم معهد الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة أنشطة التدريب التقني والترويج لنقل التكنولوجيا والمعرفة بين المزارعين حول الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة لرفع مستوى زراعتهم وإدارتهم. ومن خلال التعاون مع المزارعين المحليين، يأمل المعهد في تطبيق مفاهيم وتقنيات الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة على الإنتاج الفعلي لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة المنتجات الزراعية. زرعت البطاطس. بسبب الطاعون في ذلك الوقت أصبحت الأوراق كلها سوداء. كانت الإنتاجية هي طن واحد لكل فدان في الماضي، لكن بعد الطاعون ذهبت كلها فجأة. هذا أمر محزن للغاية. ضاعت جهودي سدى. وفي العام التالي بدأت في استخدام المبيدات المنتجة بالطب الصيني، فلم تصب النباتات بالطاعون، كما زادت إنتاجية المحاصيل، وبدأ الناس على استعداد أيضاً لشراء المحاصيل المزروعة باستخدام مبيدات الطب الصيني التقليدي.
والآن قد زاد حجم المبيعات أكثر من ذي قبل، وفي المقابل أصبحت أسرتنا غنية أيضاً. يوفر الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة المزيد من الراحة للمزارعين، وباستخدام المبيدات المنتجة بالطب الصيني التقليدي يمكن تقليل مخاوف المزارعين أثناء عملية الزراعة. وبالنسبة للأشخاص العاديين يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية، ما يعزز شعورهم بالسعادة في الحياة بشكل كبير. لقد سمعت عن المبيدات المنتجة بالطب الصيني التقليدي من التلفاز. أعتقد أن هذا البحث جيد، خاصة بالنسبة لنا نحن عامة الناس. الطب الصيني التقليدي هو جوهر ثقافتنا الصينية التقليدية. تناولت في السابق أدوية الطب الصيني، لدي ثقة في الطب الصيني، وبالنسبة لي لا يزال طفلنا صغيرا. يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن اختيار الأطعمة. أنا الآن أشتري هذه الخضروات لإعداد الطعام في البيت، ليس لأنها سهلة التنظيف فحسب، بل أننا نكون أكثر اطمئنانا أثناء تناولها أيضا. كمجال قديم وجديد، نشأ الطب الصيني التقليدي في الزراعة من المجتمع الزراعي الصيني القديم. ومن أجل توريث جوهر الزراعة التقليدية ودمجها مع التكنولوجيا العالية الحديثة، يحتاج الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة إلى ابتكار متكامل واندماج مع مجالات أخرى. ومن خلال الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة يمكننا تحقيق طريقة إنتاج زراعي تهدف إلى الصحة وحماية البيئة والجودة العالية. إنها تلبي احتياجات الناس من الغذاء وتحمي التنمية المستدامة للبيئة الإيكولوجية. يواكب الطب الصيني التقليدي في الزراعة العصر ويجمع الخبرات. إنه يتحلى بتأثير هائل في الداخل والخارج، وحقق تقدماً سريعاً في مجال البحث والتطوير، وأحرز باستمرار نتائج جيدة لعبت دوراً مهماً في العمليات الإنتاجية. في الوقت الحاضر هناك أكثر من 6000 رسالة بحثية حول الطب الصيني التقليدي في الزراعة، ويقوم مئات الآلاف من الباحثين والخبراء في المعاهد والجامعات ووحدات البحث العلمي في أنحاء الصين كافة بتنفيذ مشاريع البحث والتطوير المتعلقة باستخدام الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة. كما طبقت أكثر من مليون مؤسسة زراعية المفهوم والأساليب التقنية للطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة وفي عملية إنتاج المحاصيل الزراعية، ما حقق نتائج جيدة. حقق الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة بعض النتائج في التطبيق العملي، بما في ذلك الحد من استخدام المبيدات الكيميائية ورفع جودة المنتجات الزراعية وسلامتها وتحسين جودة التربة وزيادة غلة المحاصيل. ولا تعود تلك النتائج بفوائد اقتصادية على المزارعين فحسب، بل تتحلى بتأثير إيجابي على التنمية المستدامة للزراعة أيضاً. اجتذبت خبرة الصين وتقنياتها الطبية التقليدية في الزراعة اهتماماً واسع النطاق من المجتمع الدولي. وفي 17 من نوفمبر عام 2018 ألقى خوسي غرازيانو المدير العام السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو خطاباً في المؤتمر العالمي 15 للطب الصيني. قال فيه إن أحدث مفهوم للطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة سيدخل في خطة عمل منظمة الفاو. ترمز البراعم التي تخترق الأرض إلى الحياة الجديدة والأمل، ويمكن رؤية سحر الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة في كل مكان، من الحقل إلى الدفيئة، ومن المختبر إلى خط الإنتاج، ومن الأرض إلى الطاولة. وفي الوقت نفسه شهدنا أيضاً إنجازات حققتها مجموعة من الخبراء والعلماء من خلال التجارب المتكررة والجهود الشاقة. إنهم يسعون جاهدين لضمان وصول أغذية طبيعية وآمنة وخضراء وخالية من التلوث إلى أيدي المستهلكين. الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة يعد الحامل للثقافة الزراعية الصينية التقليدية، وهو بلورة للعمل الجاد وحكمة الأمة الصينية على مدار آلاف السنين، وميراث وابتكار وتطوير ثقافة الطب الصيني التقليدي.
وهي الزراعة الإيكولوجية ذات الخصائص الصينية. ستوفر أساليب الإنتاج الزراعي الصحية والصديقة للبيئة وعالية الجودة التي يدعو إليها الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة أفكاراً وخيارات جديدة في المجال الزراعي العالمي. وفي المستقبل من المتوقع أن يلعب الطب الصيني التقليدي في مجال الزراعة دوراً رائداً في العالم، ويدفع تنمية الزراعة في اتجاه أكثر استدامة وصداقة للبيئة، ويوفر أطعمة أكثر صحة وأماناً للبشرية جمعاء. شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم.